أصدر وزير التموين دكتور علي المسلحي قرارا بخفض أسعار السكر ليباع الكيلو رسميا بعشرة جنيهات ونصف، كذلك إنهاء تباين الأسعار الذي شهدته الأسواق خلال الفترة الماضية. جاء ذلك في بيان للوزارة أشارت فيه لأنه تم التزام الموزعين بكتابة السعر على العبوات، كما تضمن القرار بيع طن السكر للموزعين بسعر 9250 جنيها.